يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. قفلنا خلاص صفحه دوري الابطال وبنفتح صفحه الدوري الممتاز اللي بنرجع له الحقيقه يمكن بعد طول غياب. ماتش اخر ماتش لعبه النادي الاهلي يمكن من شهر او اكتر، لكن عندنا اربع ماتشات من العيار الثقيل، خصوصا ان هم يمكن يكونوا فرصه كويسه مش بس عشان ان شاء الله نعوض اللي فاتنا، نرجع تاني ان شاء الله باذن الله نستعيد صداره الدوري الممتاز، لكن كمان عشان تجهز نفسك وتجهز فرقتك لنهائي دوري الابطال اللي اصبح عليه كلام كتير وهنتكلم في الحلقه النهارده، وخصوصا طبعا بعد عدم تاهل المغرب والوداد المغربي، وكمان بعد اعلان جنوب افريقيا ولايه جوتينج اللي بينتمي ليها او اللي بيلعب فيها فرقه كايزر تشيفز ان فيها كورونا وبالتالي عندهم مشاكل وفرضوا فكره عدم الدخول او الخروج من المدينه. هل ده ممكن ياثر بشكل من الاشكال على استقبال المغرب لنهائي دوري الابطال؟ هل من الوارد انه يتغير اسم الدوله المضيفه لنهائي دوري الابطال؟ هنطرح ده النهارده وهنتكلم فيه، لكن الاهم ان احنا نفتح ماتش بيراميدز، وماتش بيراميدز المواجهه المرتقبه او المنتظره بالنسبه للنادي الاهلي واللي هتتلعب ان شاء الله يوم الخميس. ماتش يمكن من ناحيه الجماهيريه يعتبر ثاني اهم ماتش بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بعد طبعا الكلاسيكو المصري بين الاهلي والزمالك لاسباب كثيره جدا، منها طبعا ان في عدد كبير جدا من لاعيبه النادي الاهلي السابقين بيلعبوا في الفرقه حاليا، منها طبعا انه بيراميدز كان من المفترض طبعا انه يمثل تهديد لقطبي الكره المصريه ويدخل في جو المنافسه، حتى ولو ما كانش ده حاصل بشكل رقمي او بشكل حسابي، بيراميدز بعيد تماما عن المنافسه على البطوله رغم الاسماء الكتير والكبيره اللي بيضمها الفريق، لكن تظل المواجهه بره اي حسابات زي الاهلي والزمالك كده، ما بيفرقش قوي حاله الفريق الفنيه، ما بيفرقش قوي ترتيب الفريق، تظل المواجهه دي ليها اعتبارات خاصه، واعتقد انه ده كمان ينطبق على بيراميدز اللي بقى علامه استفهام كبيره جدا رغم كل الاسماء الكبيره اللي بتضمها الفرقه على المستويين المحلي والافريقي، الفريق دايما خالي الوفاض، يعني الفريق مش قادر يحقق او مش قادر يحط بصمه تقول انه جاهز او مؤهل على اقل تقدير انه يكون صاحب بصمه او صاحب بطوله. ورغم كل ده خلي بال حضراتكم ده ممكن يكون، والعامل النفسي هيكون واحد من الحاجات المحاور اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، فكره انك انت ما يكونش عندك القدره انك تحقق البطوله يخلي مباراتك او مواجهتك للبطل في حد ذاتها دافع لانك انت تثبت وجودك، دافع لانك انت تدافع عن ذاتك، انك انت تحاول تثبت انك انت جدير او في مصاف الابطال، بما ان دايما انت ما عندكش انجاز حقيقي على الارض، فبالتالي مواجهتك لبطل الابطال دي في حد ذاتها ممكن تكون حافز، ومن هنا بتيجي صعوبه المباراه، هنا بتيجي صعوبه المواجهه بين الاهلي وبيراميدز، على الرغم من نتائج بيراميدز حتى في الدوري المحلي انا بعتقد على يعني لو الذاكره ما خانتنيش انه خسران اخر ماتشين قدام سموحه وقدام سيراميكا، وبالتالي النتائج بالورقه والقلم ما تقلقش، لكن الناحيه او الدوافع النفسيه ممكن تكون هي اللي ممكن الى حد ما تصعب من المواجهه. هنتكلم الحقيقه على ماتش اهلي بيراميدز، هنتكلم كمان عن المرحله اللي جايه بشكل عام، لان انت عندك اربع ماتشات تعتبر ثقيله، مقصه، المقاولين، سموحه، وطبعا البدايه هتكون مع بيراميدز.